لوين رايحة؟ عم نحضر مشان الحفلة اللي رح نساويها اليوم مشان عيد ميلاد فيفان. ليش ما بتجي بتساعدينا؟ لازم روح أعمل شي ضروري، هدية عيد ميلاد فيفان. أنا طالعة شوي، ما رح طول. إيه طيب حبيبتي. لوين حبيبتي ميرا؟ صباح الخير. لوين رايحة من الصبح بكير؟ رايحة تجيب أغراض منشان اليوم ما؟ أنا آسفة كتير، بتمنى ما تنجرح مشاعرك. بتخيل فيفان ما رح يحضر الحفلة. مدام كابور اسمعين، انتي بتعرفي نحنا شو منقول عن الأشخاص يلي ما عندهم شغلة غير إنهم يأذوا مشاعر الناس؟ شو بتقولوا ميرا؟ انسي الموضوع، يمكن تتضايقي من هالكلام. انتي كيف بتتجرئي؟ يلي بقصده هو لعبة الصراحة والتحدي. نحن رح نلعب هاللعبة اليوم بالحفلة، رح أثبت إنه بابا مستحيل يكذب، واليوم رح تبين الحقيقة كلها يا مدى. لعبي لعبتك حبيبتي ميرا، فيكي تعملي كل يلي ببالك اليوم، بس ما عندك فكرة إنه لسوء حظك كل الدلائل الموجودة بتصب بمصلحتي أنا. كتير منيح إنك لقيت إثبات. تماماً. لقيت إثبات إنه ميرا بريئة من كل التهم، لأنه مبارح ما كانت موجودة بالغرفة. ما كان في غيرنا أنا وإنتي بالغرفة، وأمايا كمان، وأنا شفتك وإنتي عم تسكري باب الغرفة علينا. أنت شو بتقصد يا فيفان؟ فيفان لا تكون عم تشك فيني. قول. لا، بس كمان ماني شاكك فيهم. مو معقول، ظاهر الشغلة صار بدها شغل أكتر من هيك، وهلأ بلشت أخسر ثقة فيفان فيني. وما بعرف هالغبية ميرا لشو عم تخطط تعمل بحفلة عيد ميلاد فيفان اليوم. العمى!